سيد نور الدين ذكري المدير العام للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، السيد ممثل السيوة وهي بطبيعة الحال مؤسسة للأمم المتحدة من أجل إفريقيا، السيدات والسادة أعضاء الوفود المغاربية، حضرات الضيوف الكرام، السلام عليكم. يشرفني أن أعبر في البداية عن شكري لحسن الاستقبال الذي حظيت به الوفود المغاربية وكافة المشاركات والمشاركين في هذا المنتدى من قبل السلطات التونسية المختصة، كما أشكر السيد وزير التجارة عمر البي لتفضله بحضور افتتاح هذا المنتدى المغاربي، رغم أن له التزام أكيد بعد حين سيضطر إلى مغادرتنا لافتتاح هذا المنتدى المغاربي لتقديم نتائج الدراسة حول تمويل التجارة الخارجية بدول اتحاد المغرب العربي. كما أشكر الوفود المغاربية والمؤسسات والمنظمات الجهوية والدولية على تلبية الدعوة وحضورهم فعاليات هذا المنتدى، وأود أن أخص بالشكر كذلك لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا والمركز الإفريقي للسياسة التجارية على دعمهم المتواصل للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي قصد تعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري المغاربي، وخاصة بمناسبة إعداد دراسة حول الوضعية الراهنة في مجال تمويل التجارة الخارجية في الاتحاد. حضرات السيدات والسادة، أشير هنا إلى أن هذه الدراسة تندرج في إطار تنفيذ برنامج العمل المغاربي للمبادرة الإفريقية لتعزيز التجارة البينية الإفريقية المعرفة ببيات، وهو البرنامج المعتمد من قبل المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتجارة سنة 14 و2000، وخاصة من البند المتعلق بتمويل التجارة والهادف إلى الرفع من مستوى المبادلات التجارية البينية المغاربية. إن اختيار بند تمويل التجارة ينبع من ملاحظتنا أن وضع المبادلات التجارية البينية ما زال لا يرقى إلى مستوى تطلعات شعوبنا ولا يعكس الوجه الحقيقي للإمكانيات التي تزخر بها المنطقة المغربية وفرص التكامل التي تتيحها اقتصادياتها. ذلك أن حجم المبادلات التجارية المغاربية البينية لا يتعدى كثيرا نسبة 3% من التجارة الإجمالية لدول اتحاد المغرب العربي، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بتكتلات إقليمية أخرى، حيث تبلغ هذه النسبة 6% بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي و10% بالنسبة لدول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا و15% بالنسبة لدول الميركوسور. أما البنية السلعية للمبادلات التجارية المغاربية البينية فتركيبتها غير متنوعة، تعتمد في مجملها على سلع محدودة، وهذا يعني عدم استفادة الدول المغاربية فيما بينها من السلع التي تتوفر في كل قطر وتسمح له بمؤهلات تصديرية كبيرة، وهي لا تعتمد الدول المغاربية على بعضها البعض في احتياجاتها السلعية. ولعل من بين الأسباب التي تقف وراء هذا الوضع ضعف التمويلات التجارية بالمنطقة المغاربية، وهو من العقبات الرئيسية التي تحد من نمو التجارة البينية المغاربية. ورغم التطور الذي يعرفه القطاع البنكي بالبلدان المغاربية، لا يزال موضوع تعزيز المؤسسات المالية المغاربية وقدراتها وآليات التمويل التجاري من بين الأولويات لدعم التجارة والاستثمار بين الدول المغاربية.
لقد قطعت الدول المغاربية أشواطا جد هامة في مجال الإصلاحات المالية والنقدية على المستوى الوطني، وخاصة في مسار تيسير الحواجز والقيود التي تعوق تمويل العمليات التجارية، إلا أن القطاع الخاص المغاربي لا يزال يطمح إلى مزيد من المجهودات من طرف القطاع البنكي على المستوى الوطني والمغاربي لتلبية حاجياته لتمويل عملياته التجارية وتيسيرها. وفي هذا الإطار اسمحوا لي هنا بالتذكير بالأهمية التي تلعبها اتفاقية الدفع الثنائي بين دول اتحاد المغرب العربي في مجال تسهيل وتيسير العمليات التجارية. كما يقوم اتحاد المصارف المغاربية منذ أكثر من 20 سنة بدور هام في سبيل دعم الاندماج المصرفي والمالي المغاربي وتوطيد الروابط بين أعضائه عن طريق توفير الخدمات المشتركة وتحسين القدرات المالية والمصرفية وتوفير المعلومات وآليات التحويل لدول الاتحاد. وتعد انطلاقة البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية منذ سنة 15 و 2000 دعامة أخرى قوية للمسار المغاربي في مجال دعم الاستثمارات وتمويل التجارة البينية، أداة تدخل رئيسية يعتمدها اتحاد المغرب العربي لتحقيق أهدافه الاندماجية. ويعتبر الشروع الوشيك في أنشطته خطوة جديدة في إدارة عملية التكامل الإقليمي من حيث الحفاظ على نمو الاستثمارات والتجارة بين بلدان المغرب العربي من خلال استجابة فعالة في حدود مسؤولياته وإمكانياته لمتطلبات القطاع الخاص في مجال تمويل النشاطات التجارية المغاربية دون الإخلال بالمتطلبات والمعايير التي تحكم أي نشاط بنكي. كما أن من شأن الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال أن يدعم هذه المجهودات والمسارات، وذلك بالتنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال الوطنية بهدف تنمية التجارة بين المؤسسات المغاربية. وأغتنم هذه المناسبة لحث الدول المغاربية على ضرورة بذل المزيد من المجهودات للإسراع بإحداث منطقة تبادل حر مغاربية، واعتبارها مرحلة أساسية في سياق تنفيذ الاستراتيجية المغاربية للتنمية المشتركة المعتمدة من طرف رؤساء دول الاتحاد منذ سنة 92 و 900 ألف. سيدات والسادة، خلال يومي هذا المنتدى يتم تقديم نتائج الدراسة عن الوضعية الراهنة لتمويل التجارة الخارجية في دول اتحاد المغرب العربي وتحدياتها وآفاقها، مع تقديم مشروع برنامج عمل بشأن الكيفية التي يمكن أن تعالج بها التحديات في هذا المجال. وإن تواجدكم هنا جميعا فرصة ثمينة لتبادل الآراء والخبرات بشأن التحديات التي تعوق تمويل التجارة الخارجية حاليا في المنطقة المغاربية وآفاق تطويرها، وذلك انطلاقا من محتويات هذه الدراسة وتوصياتها. في الختام أود أن أؤكد لكم أن الاندماج المغاربي بكافة مكوناته الاقتصادية والمالية والتجارية والاجتماعية يظل خيارا حضاريا يستجيب لتطلعات عريقة لدى شعوب المنطقة ومطمحا تاريخيا لأجيالها المتعاقبة عبر تعزيز طاقاته كفضاء تجاري واقتصادي متكامل يرتكز على قدراته وثرواته، ويتطلع إلى تعاون مغربي أفضل على أساس الشراكة وتكافؤ الفرص التجارية والاقتصادية والمالية. وختاما أرجو لأشغال هذا المنتدى كامل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم.